الشمس والضياء وهذه الجبال والغيم في السماء وخضرات التلال ومخلص صديقنا صديق الحيوان بحبه يحيطنا بالعطف والحنان حياتنا معه حكاية مثيرة جميلة وممتعة أحداثها الكثيرة أحداثها الكثيرة آسف، هل أنت بخير؟ لقد عدت. أنا آسف جدا يا ثعلوب، لا هدية لك، فقد ذهبت لدراسة بعض آثار أقدام الحيوانات. أوه، جميل جدا، يبدو رائعا عليك. أوه، لقد تذكرت شيئا مهما. هل أخبرتك عن السماني المطوق؟ نعم، ها هو. أليس طائرا رائعا؟ هذا هو ذو الطوق الأحمر. عاش السماني المطوق في منطقة دون فالي شمال تورنتو في أواخر عام 1880. يسمى الآن بالطيهوج، لكنني سأدعوه بالسماني كما كان يدعى سابقا. ريش السماني يماثل ريش الطاووس، والريش رمز الجمال والكبرياء. طوق الذكري أكبر من طوق الأنثى، ولونه أخضر غامق ولامع، لكن يفقس للسماني بين الحين والآخر صوص صغير لون ريش طوقه أحمر. في بداية الصيف وفي أحد الأيام، نزلت السماني الأم أسفل التلة ومعها فراخها الاثنى عشر. كان عمر الصيصان يوما واحدا فقط، لكنها قادرة على السير وراء أمها. كما تعلمون في الغابة أعداء كثيرون، لذا بقيت الأم يقظة. اختبئوا بسرعة يا صغاري، هيا. هذا لا يزال يطوف. أخيرا وجد مكانا يختبئ فيه. لا تتحرك أبدا. اتجهت الأم نحو الثعلب مباشرة. بدت للثعلب وجبة كبيرة. ألقت الأم نفسها للخطر حتى تبعد الثعلب عن صغارها. أخيراً أدرك الثعلب بأنها قد خدعت، ولكن بعد فوات الأوان. هيا خرجوا جميعاً. أنا سعيدة لأنكم بخير. لأول مرة تشرب الصيصان الماء، إلا أنها أحسنت ذلك بأن قلدت أمها، بدت وكأنها تنحني للماء. هكذا ينمو الصغار.
بعد أسبوع رفرفت بأجنحتها. لا تفعل ذلك، لا تستطيع أكل هذا. تابعت الصيصان تعلم الأشياء من الأم التي كانت ملمة بكل ما يفيد الصغار وما يضرهم، وذلك بحكم تجاربها في الحياة. لم يرى أحد النصوص الصغيرة بعد ذلك. في أحد الأيام وجد الطيور السماني كومة رمل على تلة. بعض الطيور كانت هنا، يجب ألا نستخدم هذا. انتظروا. أمي أمي، المكان رائع جدا. بعد أسبوعين تقريبا عانت هذه الطيور من صداع شديد، اخترقت الطفيليات أجسادها. كومة الرمل هي الجانية، حيث إن بعض الطيور خلفت فيها بيوض الطفيليات. السماني الأم وجدت شجرة سرو يابانية تحمل ثمرة سامة. فعلت الصغار فعل أمها، سببت لها الإسهال الذي قضى على أسباب المرض في داخل أجسادها. لكن بعضها قد مات لأنه أفرط بتناول المادة المسهلة حينما كان جسمه ضعيفا. صغار، المكان خطير هنا. هذا الصوص قد اختبأ في الحفرة، هل تذكرونه؟ إنه الصوص القوي، الصغير الذي يصغي إلى كلام أمه بانتباه، سيدعى السماني الأحمر فيما بعد. بحلول شهر آب كبرت الصيصان، لكن بقي منها 6 فقط لا 12. يأكل السماني أشياء مختلفة وله أعداء مختلفون في الفصول المختلفة، كما أنه يفعل أشياء طبقا للشهر وكأن عنده تقويما وبرنامجا خاصا. فمثلا في تموز يأكل الفراولة ويغير ريشه في آب، وفي أيلول يجب أن ينتبه إلى الصيادين. التعامل مع ثعلب سهل جدا يا أمي. يا للثعلب المضحك، ذيله قصير جدا. حسنا يا نهاش، هذا يكفي، أديت عملا رائعا.
هذا هو الصياد كودي ويسكن قرب دون فالي. إنه يحس بالسعادة دائما حينما يصطاد شيئا. مع أنه لم يكن مسموحا بالصيد قبل منتصف أيلول، لكن كودي يذهب للصيد متى يشاء ودون إذن وترخيص. وحينما تبدأ الأوراق بالتساقط عن الأشجار يظهر عدو جديد للسماني، إنه البوم. هيا يا صغار. قررت الأم الانتقال إلى شجرة مليئة بالأوراق خلال الشتاء. يجب أن تبقى وصغارها بعيدة عن عين البومة. أنا بخير يا أمي، أنا كبير الآن وأستطيع النوم وحدي. فقط الصغار التي أصغت إلى كلام أمها وأطاعتها استطاعت العيش والنجاة. في بيئة قاسية كهذه يجب على الطيور أن تتعلم كيف تحمي نفسها بنفسها. بدأ ريش الطوق ينمو على الصغار، ونما لهذا ريش أحمر رائع. وحينما اكتمل البدر أصبح الصغار مستقلين عن آبائهم. وحان الوقت لكي تفترق العائلة عن بعضها. تابع السماني ذو الطوق الأحمر طيرانه نحو الجنوب. لم يستطع التحليق فوق بحيرة انتاريو، لذا عاد إلى دون فالي. بقي السماني ذو الطوق الأحمر وحيدا، لكنه لم يبالي. وحيثما ذهب كان يقابل عصفور الصفصاف الذي يبشر بقدوم الربيع. حينما يعود سرب الغربان إلى هذه المنطقة في شهر آذار، فتلك دلالة على قدوم الربيع. إنه الربيع، لقد حل الربيع. كان السماني تواقا لعرض نفسه، لم يغمره هذا الإحساس من قبل، وكان شعورا غريبا. وفي أحد الأيام أصبحت أنثى السماني زوجة للسماني المطوق. فجأة وفي أحد الأيام اختفت زوجته. أين ذهب؟ عودي إلي. وبعد أربعة أيام رجعت زوجة السماني ومعها 10 صيصان. في العادة تربي الأم الصيصان، لكن السماني المطوق عرض على زوجته وعلى الفور أن يساعدها في تربية الصغار. خطرت ببال السنجابي فكرة غريبة حينما رأى الصوص. بعدها لم يفعل السنجاب شيئا للصوص. جاء كودي إلى الغابة ثانية.
دعي الأمر لي. يظنني أحمقا، هيا أمسك به. اختبئوا جميعا، أسرعوا. لن تخدعيني بسهولة. حسنا إذن. إلى هنا. الصيصان الأربعة الأخرى داستها قدما كودي. هيا. وعند اقتراب شهر أيلول كبر الصغار. كودي كان سيفعل أي شيء لكي يسقط السماني. هو لقد أخطأته ثانية، يا له من محظوظ. وجاء شهر تشرين الثاني، واستقل الصغار الثلاثة عن أبيهم، لكن الثلاثة الباقين لم يتركوا أباهم. ومع ازدياد كثافة الثلج بقي السماني المطوق في كومة الثلج. هيا يا صغار سنطير الآن. المكان دافئ هنا يا أبي. بدأ الجليد يصبح صلبا جدا، ومضى الوقت وليس من شيء يؤكل، وأصيب السماني بالتعب الشديد. وبعد ثلاثة أيام، أنا هنا يا أبي. كانت صغيرته الوحيدة التي خرجت من تحت الجليد. وحينما استعاد السماني قوته قرر أن يمضي الشتاء مع صغيرته، لكن كودي استطاع العثور على مخبأ طعام السماني. احذري من هنا، من هنا. النجدة يا أبي، النجدة يا أبي. كانت طلقة مميتة، لقد نجت من سجن الجليد لكنها ماتت بيد الإنسان. ذو الطوق الأحمر، إنه حذر جدا في هذه الأيام، وبندقيتي لا تنجح. أعرف مخبأ طعامه، ويجب أن أضع فخا كهذا. هذه المرة لن أخطئ. كان السماني حذرا جدا كعادته، لكن لحظة إهمال أضعفت حذره. أظن أنه صقر. تشتت انتباه السماني.
وأخيرا وقع في الفخ. كان ألما حادا دام ساعات وساعات، وبعد يومين انتهت آلام السماني المطوق. أمسكه فخ الصياد ونهشته مخالب البوم. اختفى السماني ذو الطوق الأحمر من دون فالي. كيف يكون الإنسان قاسيا لهذه الدرجة تجاه الحيوانات المسكينة؟ ألأنها لا تتكلم أي لغة؟ هل هذا يعطي الإنسان الحق لكي يعذبها ويقسو عليها؟